بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في شرح جديد. توقفنا سابقا في موضوع الباراميترز. قلنا بأن كليك تدعم نوعين من الباراميترز، وهما الأوبشنز والأرجيومنت. سنبدأ إن شاء الله ب يعني الغوص في خصائص هذه البارامترات. نبدأ أولا بالأوبشنز. لدينا أول شيء name your options، وقد تكلمنا عن parameter names في الفيديو السابق، وهو مفهوم مهم جدا. وهذا المفهوم يعني كيف نستطيع أن نستعمل أو كيف نستطيع أن نرفق هذا الأوبشنز في الدالة الخاصة بنا لكي نستطيع التعامل معه، ولكي نرفق هذا الأوبشنز إلى دالتنا. مثلا هنا دالة الإيكو، ولدينا هذا الأوبشنز لكي نستطيع يعني التعامل مع القيم التي يتم إسنادها إلى هذا الأوبشنز. نحتاج إلى اسمه، وقد تكلمنا عن البارامتر نيمز. أرجو العودة إلى الفيديو السابق لكي تفهم ما أقول. لدينا مثلا هذا المثال، لا بأس أن نعيد بالتذكير قليلا. هنا نقوم بتشغيل الدالة إيكو. كما قلنا مثلا لدينا هذا الأوبشنز، يحتوي على الصيغة المختصرة والصيغة الكاملة. الآن لكي نستطيع الحصول على الفاليو التي يتم تمريرها إلى هذا الأوبشنز، سيكون هذا الخيار الثاني أو هذا البارامتر الثاني هو الاسم الخاص بهذا الأوبشنز، طبعا مع الماينس يتم تحويلها إلى أندرسكور. الآن لو نفذنا بايثون دوت باي، بعد ذلك نكتب اس ونمرر مثلا قيمة هلو. كما تلاحظون تم طباعة لنا هلو. وأيضا نستطيع أن نستخدم الصيغة الكاملة string to echo هكذا. كما تلاحظون نفس النتيجة. الآن ماذا لو غيرنا في ترتيبهم، يعني جعلنا الصيغة الكاملة أولا بعد ذلك الصيغة المختصرة. اسم هذا الأوبشنز يبقى نفسه نفس اسم الصيغة الكاملة، يعني التي تبدأ ب double minus. الآن لو أضفنا خيار ثالث مثلا test، الآن هذا الأوبشنز أصبح اسمه test. هنا سوف نكتب test، هنا test، عفوا. الآن لو نفذنا نفس النتيجة السابقة. ننتقل إلى شيء آخر. مثلا لدينا هذا المثال هنا، هنا الأيكون نستبدلها بالدوتس هكذا. مثلا نعمل argument click dot argument مثلا باسم name. الآن إذا أردنا تمرير هذا argument إلى دالة الدوت، سنحتاج إلى اسم هذا argument وهو name. بعد ذلك نطبع أيضا click dot echo للname. نقوم بالتجربة. مثلا نكتب هنا algorithm. كما تلاحظون تم طباعة لي دوت، وبعد ذلك تم طباعة الالغوريتم. لماذا تم طباعة الدوت هنا رغم أني لم أمرر أي شيء؟ لقد جعلت القيمة الافتراضية لهذا الأوبشنز في حال المستخدم لم يقم بتمرير له أي قيمة، جعلتها القيمة الافتراضية واحد. الآن لو جعلتها ثلاثة، المفروض سوف يطبع لنا ثلاث نقاط كما تلاحظون هكذا. الديفولت فاليو يعني شيء سهل وبسيط. الآن كما قلنا في الفيديوهات السابقة، الأرجيومنت يعني هي مطلوبة أو ضرورية required، أما الأوبشنز فهو اختياري. لكن ماذا لو أردنا أن نجعل هذا الأوبشنز أيضا
يعني مطلوب، سنمرر له required هذه الخاصية ونجعلها true. الآن هذا الأوبشنز مثل الأرجيومنت تماما، يعني إذا لم أمرر سيطبع لي خطأ error missing option، نجعلها مثلا false، هنا لن يطبع لي أي خطأ. هنا فقط نحتاج إلى عمل type integer والديفولت واحد كما تلاحظون. سوف نأتي إلى موضوع التايب. كما قلنا لكي نجعلها required نجعل هذه القيمة هنا true. هنا عندنا الديفولت، نقوم بحذف الديفولت هكذا. تلاحظون missing option. هنا وضعت التايب integer بهذا الشكل، يعني لأنني أريد تكرار string، يعني يجب أن نضرب string نضربها في عدد integer، لأنه كما قلنا التايب الافتراضي هو text string، لذلك لا ينفع أن أضرب string في string. طبعا نحن تكلمنا عن التايب وقلنا بأنه نستطيع أيضا أن نكتب هكذا click dot int بهذا الشكل. مثلا n 5 كما تلاحظون، يعني نفس نعمل الهلب كما تلاحظون هنا integer، وهنا أيضا يتم الطباعة لنا بأن هذا الأوبشنز required، أو يمكننا اختصار هذه الكتابة فقط ونكتب هنا int هكذا، يعني نفس الأمر، أنت حر في الاختيار. ننتقل إلى شيء آخر، وهو مثلا نريد أن نسمي أوبشن مثلا ما باسم وهذا الاسم هو عبارة عن كلمة محجوزة في البايثون، مثلا كلمة from هي كلمة محجوزة في البايثون، لذلك لا يمكننا أن نقوم بتسمية هذا الأوبشنز بهذه الكلمة المحجوزة. كيف نحل هذا المشكل؟ فقط نضيف لهذا للاسم الخاص بهذا الأوبشنز نضيف له في النهاية الاندرسكور كما تلاحظون الاندرسكور هكذا. نجرب مثلا from algorithm to مثلا زيزو، كما تلاحظون السكريبت يشتغل عادي، لكن لو حذفت هاتي الاندرسكور من هنا، هنا سنحصل على ايرور لان هذه الكلمة محجوزة كما تلاحظون invalid syntax في هذه الكلمة، هذه الكلمة محجوزة. كما قلنا الحل نضيف اندرسكور وسيعمل السكريبت بدون اي مشاكل. ننتقل إلى موضوع آخر وهو مثلا الشو ديفولت. كما قلنا يمكننا تعيين قيمة افتراضية لهذا الأوبشنز، نأخذ أو نرجع إلى المثال السابق مثلا هنا نعمل مثلا ديفولت مثلا 3 الالغوريتم. كما تلاحظون السكريبت يعمل عادي جدا. الآن ندخل على صفحة المساعدة أو الهلب، كما تلاحظون هنا لدينا options and وهنا integer، لكن لا أرى أنا بأنه عبارة، يعني لا أدري هل له قيمة افتراضية أم لا،
لكي أقوم بإظهارها يعني في صفحة الهلب هنا، يعني حتى يكون الشرح لهذا الأوبشنز يعني كامل. فقط نضيف هنا الخيار show default، هنا true. نعيد تنفيذ نفس الأمر السابق. كما تلاحظون هنا يتم طباعة لنا أن هذا الأوبشنز أن لديه قيمة افتراضية وهي الرقم 3، يعني حتى نزيل بعض الغموض للشخص الذي يستخدم السكريبت الخاص بنا. لدينا شيء آخر وهو Multi Value Options، أي أننا نمرر أكثر من قيمة لهذا الأوبشن. كما تلاحظون عندما كنا ننفذ الأوبشنز الخاص بنا مثلا هنا الآن، كنا فقط نمرر له يعني value واحدة فقط، لكن مثلا نريد أن نمرر له أكثر من value. عن طريق الآن arcs، نأخذ هذا المثال كما تلاحظون هنا، نقوم بتحديد يعني عدد الفاليو التي يمكننا أن نمررها إلى هذا الأوبشنز. هنا التايب float نجعلها مثلا integer، وهنا find me. نقوم بالتجربة بوس مثلا 2 و5، كما تلاحظون يتم عرض لنا الفاليوز التي قمنا بتمريرها إلى الأوبشنز، مثلا نجعلها 3. الآن نستطيع تمرير 3 فاليوز، عفوا هنا يجب أن نضيف الفاليوز 3 كما تلاحظون، ويستطيع أن يعني أن نمرر كما نشاء. الآن لدينا طريقة أخرى لتمرير أيضا مالتي فاليو إلى الأوبشنز الخاص بنا، وذلك عن طريق التيوبل المجموعة. كما تلاحظون في هذا الفيديو، في هذا الشرح عفوا، يعني في هذا المثال هنا، التايب انتجر يتم تطبيقها على الفاليوز 3، لكن ماذا لو اردنا تخصيص تايب لكل فاليو؟ هنا تاتي دور التيوبل، يعني نمررها على شكل تيوبل. هنا الفاليو الاولى يجب ان يكون نوعها string، اما الفاليو الثانيه فيجب ان يكون نوعها او التايب الخاص بها انتجر، عدد صحيح. الآن المفروض أكتب هكذا item algorithm، وهنا مثلا ال id مثلا 19، عفوا كما تلاحظون. الآن ماذا لو عكسنا، يعني جعلت ال value الأولى التايب الخاص بها عبارة عن integer، والتايب الثانية string. كما تلاحظون هنا يحدث لنا error، لأنه ينتظر منا الفاليو الأولى نوعها يجب أن يكون string، والثانية يجب أن يكون نوعها integer. هذه الكتابة هنا هي نفسها هنا، لكن هنا فقط استعملنا الكلاس، على كلاس كليك، بعد ذلك tuple، ثم مررناهم على شكل array مصفوفة. يعني لكي نختصر هذا الكلام كله، يمكننا فقط عمل هذا. الآن لدينا multiple options، مثلا في الجيت لدينا نستطيع أن نكتب جيت كوميت ماينس ام فو ماينس ام بار، لدينا نفس
نفس الاوبشنز لكن قمنا بتمريره مرتين وبقيمتين مختلفتين. كيف نقوم بهذا؟ عن طريق المالتيبل نجعلها true. كما تلاحظون لدينا هنا message، لدينا هنا الصيغة المختصرة M، والمالتيبل نجعلها true. الآن لو كتبنا هكذا مثلا فو بعد ذلك ماينس ام بار، عفوا هنا نكتب كوميت، كما تلاحظون يتم طباعة لي الفاليو التي قمنا بتمريرها إلى الأوبشنز. لدينا الكاونتين هنا، الكاونتين يعني نادرا ما سوف تستعمل هذا الكاونتين، يعني فقط يقوم بحساب لنا يعني اللينث او الطول الخاص بهذا الاوبشنز. مثلا هنا مررنا ثلاثة في تم طباعة لنا اللينث الخاص بهم وهو ثلاثة. الآن نأتي إلى موضوع البولين فلاكس. البولين فلاكس معناه هذا الاوبشنز، يعني نجعله نستطيع أن نعمل له enable or disable، يعني مثل السويتش، يعني off on، يعني نستطيع أن نجعله يشتغل أو لا يشتغل. مثلا هذا المثال، سوف نقوم بالتعديل على هذا المثال. يعني مثلا هذا الشخص يستعمل السكريبت الخاص بي، مثلا يعني انا اطرح عليه سؤال، مثلا هل تود انشاء مثلا فولدر معين او لا، نقوم بالتعديل قليلا. اولا نعمل امبورت للاو اس، هنا نجعله كرييت، وهنا نو كرييت، يعني حتى نجعل هذا الاوبشنز يتصرف مثل الفلاج نقوم بالفصل بين الخيار الأول والخيار الثاني بالشلطة المائية. نأتي إلى هنا create. الآن بناء على ماذا سوف يقوم بإدخاله المستخدم، نقوم بتنفيذ عملية ما، مثلا if create. if create معناه true، هنا true وهنا false، والقيمة الافتراضية هي false طبعا، سوف نتكلم عنها ونشرحها. مثلا if create نعمل os dot mkdir مثلا new folder، نقوم بإنشاء فولدر جديد، بعد ذلك click dot echo folder created، أي تم إنشاء الفولدر بنجاح. الآن نقوم بالتجربة create أو فقط هكذا، عفوا هنا نجعلها مثلا فولدر وهنا فولدر، نقوم بتشغيل السكريبت لم يحدث أي شيء، لأن القيمة الافتراضية هي فولس، أي تم تشغيل هذا الأمر. الآن لو جعلناها ترو كما تلاحظون تم طباعة لي فولدر created وتم إنشاء هذا الفولدر، أي أن هذا الأمر هو الذي اشتغل create، لأنني قلت if create، يعني هذا الأمر مفيد جدا. يعني بناء على ماذا سوف يقوم بإدخاله المستخدم، نقوم نحن بعمل عملية معينة ما. لدينا الخيار الثاني، يعني إذا لم نريد يعني أن نعمل أمرين في أوبشنز واحد، يمكننا فقط، أو مثلا لم أريد أنا أن أكتب no create بهذه الطريقة، يمكننا أن نكتب فقط create هكذا و
هنا نقول أو نكتب is flag equal true، يعني نفس الأمر السابق هنا لن يعمل. الآن لو كتبت create هكذا كما تلاحظون folder created، ويمكننا هنا أيضا تحديد القيمة الافتراضية default مثلا false. هكذا الآن لكي أنشئ هذا الفولدر يجب أن أكتب هكذا create بهذه الطريقة. مثلا أنا لا أريد أن أكتب بهذه الطريقة، أريد فقط لما أكتب هكذا يتم إنشاء هذا الفولدر. هنا نجعل القيمة true، ننفذ كما تلاحظون تم إنشاء الفولدر. يعني هذه الطريقة أو هذه الطريقة no create هي نفس الشيء، يعني أنت حر في الاستخدام. انتقل إلى شيء آخر، لدينا نستطيع أن نكتب بشكل آخر وهو الستايل الموجود في الويندوز، يعني هاته الداش داش يعني هي ستايل خاص بلينكس. مثلا نريد فقط أن نكتب هكذا create new create، سنحتاج إلى إضافة هنا الفريزة المنقوطة وهنا نضيف سلاش. هذا يسمى بالستايل، ستايل يعني ويندوز، يعني الويندوز غالبا ما نكتب أوامر بهذا الشكل بدون الداش. وهنا الديفولت ترو، لو نفذنا الأمر كما تلاحظون نفس الأمر يتم إنشاء هذا الفولدر، ويمكننا أن نكتب هكذا نفس الأمر. الآن هذه مثلا الكلمة يعني طويلة نوعا ما، نريد أن نعمل لها مثلا اختصار alias، نضيف هنا خيار آخر. أولا نترك فاصلة أو مسافة، بعد ذلك هنا نكتب اسم الاختصار مثلا create هكذا no create and see. الآن لو نفذت السكريبت الآن سيتم إنشاء الفولدر، لأنني هنا الديفولت فاليو true. clear. الآن لو أضفت الآن الاختصار ANSI، أي أنني أقول له no create يعني لا تقوم بإنشاء هذا الفولدر، كما تلاحظون لا يتم إنشاء الفولدر. وطبعا يمكننا عمل اختصار فقط للخيار الثاني، الخيار الثاني هو فقط الذي يمكننا أن نعمل له اختصار، ولن ننسى هذه المسافة هنا. نتوقف هنا، نكمل في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الشرح، أتمنى أن يكون الشرح سهل وبسيط. نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.